الحالة الوبائية بمدينة الدار البيضاء لم تعرف أي مؤشرات إيجابية رغم التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتطويق رقعة انتشار الفيروس. عدم التزام عدد من البيضاويين بالتعليمات الصحية جعل الوضع صعبا بالعاصمة الاقتصادية ولا يبشر بما ستحمله الأيام المقبلة. الوضعية الوبائية في مدينة الدار البيضاء جد مقلقة بالفعل، لكن هي ليست بكارثية، والحمد لله أن بالنسبة لهذا المرض فعندنا حل، والحل جميع المواطنين اليوم راه عارفينه. الحل هو أنه تدابير، ثلاثة ديال التدابير واضحة وسهلة. أولا تباعد، ولكن هذا اللي خصنا نعرفه هو أن هاد ثلاثة التدابير اللي كتبان سهلة راه عندها واحد المفعول كبير بزاف. أولا تحدثوا على الكمامة، كان تحدثوا على التباعد وكذلك النظافة. كذلك كيبان بانه هادو تدابير سهله على المواطن انه يتخذها، ولكن اللي خصنا نعرفوا هو ان النتيجه يمكن لها انها تكون سريعه جدا، يعني في المده 14 يوم يمكن يبان واحد الفرق كبير في عدد ديال المصابين بهذا المرض. الاجراءات المتخذه بمدينه الدار البيضاء لم تؤتي اكلها بعد، حالات الاصابه عرفت ارتفاعا كبيرا في الايام الاخيره، اذ يتم تسجيل قرابه 1000 اصابه بشكل يومي، وضع ينهك الموارد البشريه الصحيه ويزيد من الاصابات في صفوفها الى جانب ارتفاع عدد الوفيات. بزاف ديال المواطنين ما تياخذوش الاجراءات الوقائيه لهذا الفيروس، وهذا الشيء تاثر ماشي على الصحه ديال المواطنين بوحدهم، ولكن حتى على الصحه ديال الاطر الطبيه، والى تاثروا الاطر الطبيه راه غادي تولي واحد الحاله كارثيه في المستشفيات عندنا في المغرب. النصيحه ديالي للمواطنين ما هو احترام تدابير الاحترازيه، لان هذا كفيل انه يخلينا نرجعوا للحاله اللي كنا فيها فاش كان الحجر الصحي الكلي، ونقدروا نتحكموا بالوضعيه الوبائيه. إجراءات مشددة وحالات إصابة في ارتفاع متزايد، الخلل واضح في المعادلة، والحل بين أيدي كل فرد من المجتمع. بإجراءات بسيطة يمكننا أن نتخطى هذه الأزمة ونرجع الحياة إلى طبيعتها.